هل سيعود الأطباء اليوم؟ أجل، فهذان الاثنان يسافران سويا ويعودان سويا ويجبراننا على العمل بكسل وقت الكسل وبجد وقت الجد. أنت محقة. إلى العمل هيا. حسنا. ليزا، تفقدي سجل مواعيد الدكتور تشينغ اليوم. حسنا. إنه ممتلئ اليوم. ممتلئ؟ لقد عاد الدكتور تشينغ. هل كانت بلجيكا ممتعة؟ ممتعة جدا. هل اشتقتن إلي يا بنات؟ اشتقتن إلي كثير. لابد أن كنا تفكرن بالهدايا. لا لا كنا من الماكرات. هيا تذوقن شوكولاتة. لا أبدا.